عن أسلافه ورث هذه الحرفة. من مردودها يعيل عائلته. عمر كوالدي يصنع بإتقان ما يفيد وقت الحرب وزمن السلم. أحب مهنته، برع فيها، لكنه على غير المعتاد قد لا يورثها لأبنائه. وأنا والدي ولدت عليه المهنة، ووالدي وارث على والده والجد. في نفس الوقت بالنسبة لي معناتها نقدر نفرض فيه على أجيالنا على الحال، الأبناء لا سيدي ولا أحمد، ما تقدر نفرض به اللي ما فهم نتائج. الحرفة تنتقل من جيل إلى آخر بالوراثة. انتقال لم يعد بنفس الإنسيابية، فبعض الشباب أدار الظهر لمهنة الآباء، وضعف المردود من بين الأسباب. وهذه الجائحة اللي هي صعبة علينا احنا كصناع تقليديين، أنا بالنسبة لي شخصيا اليوم 20 في الشهر إلى حد أنا ما تدفع فاترة الإيجار. وضع صعب يعيشه الصانع التقليدي بعد أن كان محور حياة الناس، يصنع أدوات الإنتاج وأثاث البيت. الصناعة التقليدية في موريتانيا ليست مجرد حرفة ولا مورد رزق فحسب، إنها كذلك تمثل ثقافة وتراثا وفن. وحفاظا على هذا الموروث، القطاع الوصي يعطي الأولوية للتكوين المهني. في الماضي التكوين كان أساسا يتركز على التكوين بالمصاحبة في الأسرة الضيقة، والآن الدولة عاكفة على إنشاء معهد للتكوين لترقية الصناعة التقليدية. هذه المساعي قد تصطدم بتغير الأذواق وتبدل نمط الحياة، واقع يخشى من عواقبه هنا على مستقبل الصناعات اليدوية. محمد عبد الله ممي، العربي، نواكشوط.